المنصات اللي بنتكلم عليها بتاعت العمل الحر، حد عاوز وظيفة أو مهمة أو مشروع معين ينفذه، وحد عنده المهارة أيا كانت درجته العلمية على فكرة. يعني ممكن يبقى شاب في ثانوي أو شاب في الكلية بس اشتغل على نفسه وطور نفسه ودرس، عنده مهارات، عنده مهارات يقدر. يعني حضرتك ما يعنيك هو المهارة وليس المؤهل الدراسي ولا أي شيء تاني. بالضبط، في وظائف تحتاج مؤهل دراسي محدد، وفي وظائف كتيرة تانية ما يعنيني المهارة. لنا زي ايه يا باشمهندس؟ يعني حاجات الترجمة، حاجات الديجيتال ماركتينج، حاجات اللي هو التسويق الالكتروني. أيوة حاجات. أيوة. البرمجة، برمجة موبايل، اعمل تطبيق على الموبايل، او اعمل موقع على الانترنت. حاجة دي مطلوبة جدا، لانه زي ما اقول لحضرتك التوجه العالمي للتحول الرقمي. أيوة. لانه بيمكنني اوصل لناس اكتر. اللي عنده المهارة دي بس ما بيعرفش يوصل ازاي او اعمل ايه، ده بيكون من خلال المنصات الرقمية. يدخل على المنصة ايا كان اسمها ايه، في منصات عالمية ودولية وفي منصات محلية زي الحريفة اللي استاذ نرمين يعني مسؤول عنها. بيدخل يشوف انسب وظيفة لي وايه المهمة المفروض متوقع ان هو يعملها في وقت قد ايه، لو دي مناسبة بقدم عليها. حضراتكم بتعملوا الربط بين الشركة أو الجهة بالزبط. اللي عايزة حد عنده مهارة بس مش متوفر قدامي، وبين اللي عنده المهارة بس مش عارف يروح فين. دي ده حاجة. المنصات الوصل. كمان بتتميز، يعني في منصات بتاخد ليفل أعلى كمان أنها تقدم خدمات للطرفين، زي مثلا أنه الشخص الفريلانسر العامل الحر اللي عندي ده أنا عايز أكون بطور من مهاراته عشان يقدر يعلي السعر بتاع الساعة بتاعته. يعني بدل ما ياخد مثلا $10 في الساعة ياخد $20 في الساعة. ففي منصات تقدم خدمات تدريبية أو استشارية، إزاي يا فريلانسر لو أنت عملت الكلام ده، لو درست كذا، لو طورت نفسك كذا تتحسن مهاراتك، تبقى خدمات يعني مكملة. وده اللي بيميز الحقيقة منصة عن منصة. تمام.